خالدين فيها ويكفر عنهم سيئات جميع الملتقيات. فلو كان هذه الدول منذ أهدافنا هي الدفاع عن الوحدة الوطنية والدفاع عن إخواننا المحتجزين في مخيمات العار للعودة إلى المملكة المغربية الشريفة. ودائما نحن واضحون نقول ندعو جميع المنظمات الحكومية وغير حكومية على مستوى الدولي لتقوم بدورها من أجل إحصاء داخل مخيمات لتعريف من هم المغاربة ومن هم المرتزقة. فإحنا على يقين أن جميع المغاربة لهم رغبة بالعودة إلى أرض الوطن، وهذا هو هدف المنشود للمنظمة. اليوم في إطار تأسيس واكتمال الفروع بمدينة أكادير، وهو المكتب الجهوي وكذلك المكتب الجهوي للشباب لجهة سوس ماسة والمكتب الإقليمي للمرأة لتكون مدينة أكادير قد أعلن اكتمال فروعنا فيها كباقي المملكة المغربية. كذلك لحضورنا يوم غد إن شاء الله للقاء الوطني حول ندرة المياه، الذي أي هذا اللقاء ما تمشي مع توجيهات صاحب الجلالة الذي كان الإشراف للمكتب الجهوي للمرأة واللي قام بهذه المبادرة. يأتي سفيرة للقضية الوطنية لما تحمل هذه الكلمة من معنى، لأن هي تكليف أكثر مما تشريف. خص يكون عندنا دور فعال داخل المغرب وخارج المغرب، ولا يخفى عنكم على أن الهدف ديالنا هو تحقيق الوحدة الوطنية وزرع حب المواطنة خارج المغرب، خصوصا لان انتم تعلمون على ان خارج المغرب عندنا مهاجرين وعندنا طلاب في جميع يعني في جميع الدول. لا يخفاكم ان يعني اول فرع يعني تاسس ديال المنظمه من بعد تعيين ديالي هو قبرص، جمهورية قبرص الشمالية. وما أدراك ما جمهورية قبرص الشمالية؟ كان تأسيس ناجح وأثبت فيه على أن المرأة المغربية مرأة حديدية ومرأة تقدر تأخذ جميع المناصب وعندها حب الوطن. مادام عندها حب الوطن تقدر تحقق جميع المناشد. إحنا هنا باش ناخذ المشعل ديال المجلس الجهوي لضخ واحد الدم جديد في المجلس الجهوي تاع ديال سوس ماسة. وحنا غادي نخدموا على بزاف ديال النطاقات، الشباب، المرأة، بزاف ديال رجال الأعمال. هي لجنة يلاه تحدثت بالمناسبة، وكنت أنا الرئيس الشرفي ديال اللجنة بحكم العمل ديالي. غادي نديروا مشاريع ونتفاعلوا مع المنظمة إلى أبعد حدود إن شاء الله.